دعينا نتعرف من كييف مع عامر على أبرز ما سيناقشه الرئيس الأوكراني زيلينسكي في زيارته لبولندا. عامر تفضل. نعم كالورينا، بولندا تمثل لأوكرانيا خط الدفاع الأول عنها، وهي الدعم الرئيسي لها، خاصة وأنها تستضيف ما يقارب من 1,600,000 لاجئ في الأراضي البولندية. وأيضا كان هنالك زيارات عمل بين الرئيس فولاديمير زيلينسكي ونظيره البولندي إبان. زيارة الرئيس الأوكراني إلى واشنطن وإلى لندن وأيضا إلى باريس، لكن هذه الزيارة الأولى التي يقوم بها الرئيس الأوكراني إلى بولندا للقاء الرئيس البولندي، وأيضا سوف يلتقي برئيس الوزراء البولندي، وسيتم نقاش في المقام الأول الأسس الأمنية، سواء وأن خاصة وأن بولندا تعتبر أوكرانيا هي خط دفاعها الأول. يأتي هذا أيضا بالتزامن مع إعلان أوكرانيا وصول حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة لها، وهي وحزمة التي تبلغ مقدارها ما يقارب من 2 مليار دولار. هذه المساعدات تتضمن أنظمة صواريخ وأنظمة دفاع جوية ورادارات، ربما سوف تساعد الجانب الأوكراني على بدء هجومه المضاد، خاصة وأن بيانات هيئة الأركان العامة للقوات الأوكرانية صباح هذا اليوم قالت بأن الجيش الأوكراني حقق نجاحات في المناطق الشرقية، وتحديدا في مدينة أفديفكا، وخاصة في المناطق الواقعة شمال غرب مدينة أفديفكا. كارولين، نعم، شكرا جزيلا لكما على المتابعة من كييف، مراسلنا عامر العروقي.